أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم والعنادهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل على ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات فما كانت الا صوتا واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرنين وسمرات فوالي فقال يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك تحت القزاء فاقبل الحسن نحو القزاء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تعزنوا لي انا الغلام قتاد القزاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد اذنت لك فدخل معهما تحت القزاء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الأصوات وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قربين وزمرات وبادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القزاء فدل الحسين نحو القزاء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت القزاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القزاء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت القصاء فأقبل علي نحو القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله تعزنوا لي أن أكون معكما تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي عزمت لك فدخل علي تحت القصاء صلوات ثم أتيت نحو القصاء وقلت السلام عليك يا بتاو يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكما تحت القصاء
قال وليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء خضع برسول الله بطرف القصاء وأمي عبيد الأمن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعضو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت القصاء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وأبوها الصلوات. فقال جبريل يا رب أتذنوا لي أنا بدل الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فبدل أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلي يكرمك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت القصاء. فقال لي بإن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. فقال علي بن أبي طالب فزنا وفعز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي بن أبي طالب فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم ولنا دهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجت. صلوات پڑھیں سارے مل کے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. مومنین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مرحوم انتخاب حسین ابن نیاز محمد کی روح کو اصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.